مدقق في الأوضاع العالمية والتغيرات الجيوستراتيجية اللي قاعدة تصير الساحة العالمية نتيجة الحرب الباردة، أكد وجود أطراف خارجية مع الأمن الموازي لتحويل وجهة المنقبات نحو السرينية القومية بمشاركة عناصر حماية الثورة. هؤلاء الكفرة المرتدين اللي يحبوا دستور لائقي متأسلم والطالب بالقبض على القناصة ونحمل كل المسؤولية، كل المسؤولية لإعلام العار اللي محكاش على افلاس الخنازير. مش تقص هذه زادة. واخيرا نحمل كل المسؤولية للحكومة المؤقتة. سيدي بفضلك بصوا في جات هذه ما بنجي.